بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين ومتابعين الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات في تحفة ميادين السباق ميدان المرموم ضمن فعاليات هذا المهرجان الختامي الكبير. هنا انطلاقة الشوط الخامس عشر للإبكار، المحليات الأصايل سن الإجذاء ومسافة الستة كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. بداية مع المركز الأول مع مطيلة التي تنطلق وتستفتح هذا النداء من هجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية من يتواجد على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، هنالك الواعية تقدمت الآن على المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير والمتابعة. المركز الثالث، ثالث المراكز شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد المكتوم والمضمر سالم بن حمد بن هيان العامري في عملية التضمير والمتابعة من يتواجد على المركز الثالث. بينما المركز الرابع، المركز الرابع أيضا شعار هجن الشحانية والوجبة القادمة من هجن الشحانية مع سالم بن فاران المري في عملية التضمير والمتابعة على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، من تتقدم الآن وتنطلق على خامس المراكز من وصلت في هذه اللحظات. هنالك المنطلقة شعار سمو الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان، تقدمت هنا الوارية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد دابر مبارك الوهيبي من يقدم لنا الوارية على المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز وصول شعار سمو الشيخ زايد الحمدان بن زايد آل نهيان هملولة المنطلقة مع المحترف جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والمتابعة. المركز السابع شعار هجن الرئاسة يتقدم الآن الشاهنية مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري على المركز السابع. المركز الثامن تقدمت الآن وانطلقت قمرة لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوم وحمد بن علي العويسي على المركز السابع أم الثامن في هذه اللحظات. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا على أعزاء المراكز المتقدمة. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى تحديات المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنالك شعار هجن الشحانية من يتربع على المقدمة وعلى عرش الصدارة من خلال انطلاق الوجبة بعد ذهبي سالم بن فاران المري على المركز الأول على صدارة هذا الشوط في شوط الختام. شوط الختام وشعار هجن الشحانية يسيطر على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شواهين قادمة، شواهين تنطلق مع ثاني التحديات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وسالم بن حمد بن هيان العامري على ثاني التحديات. المركز الثالث وصلت هملولة، انطلقت هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والمحترف جمعة بن عتيق الرميثي على ثالث التحديات. المركز الرابع الوارية تقدمت الآن، انطلقت الوارية على المركز الرابع لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والمتابعة على مستوى المركز الرابع. أربعة أسماء بدأت تنفرد، بدأت تنطلق باحثة عن الفوز والانتصار، باحثة عن ذلك الناموس المميز. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، وصل شعار النجوم يتقدم الآن، وصلت قمرة مرحبا بك يا قمرة لسمو الشيخ زايد بن المر المكتوب والمضمر حمد بن علي العويسي في عملية التضمير والمتابعة من انضمت إلى دائرة التحدي ودائرة الصراع مع المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس هنالك المنطلقة مطيلة من هز الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والمتابعة. المركز السابع وصول وانطلاق شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي يقدم لنا الواعية على المركز السابع. المركز
المركز الثامن. وصلت الشاهينية شعار هجن الرياسة يتقدم الآن على المركز الثامن، وهنالك المستحيل أحد الأسماء الكبيرة، أحد الأسماء الرنانة في عالم سباقات الهجن، يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري بوذياب على مستوى المركز الثامن. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة والمنطلقة على مسار وتحدي هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، شعار هنالك من يسيطر، هجن الشحانية على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. انطلقت الآن، انطلقت الوجبة، وهجن الشحانية يتواجد الذهبي سالم بن فاران المري في عملية التضمير والمتابعة، مسيطر على متريات وتحديات هذا الشوط، وكيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن المنصة الرئيسية. الذهبي يبحث عن الفوز، الذهبي يبحث عن الانتصار في مسار هذا الشوط. المركز الثاني، شواهين تعلن تواجدها مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسالم بن حمد بن نهيان قادم مع المركز الثاني من خلال انطلاق شواهين. المركز الثالث، ثالث التحديات، هنالك هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمع بن عتيق الرميثي، 1200 عن الناموس، 1200 عن السيارة، عن خط النهاية. غيرت شواهين، انطلقت شواهين بسرعة الشواهين على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان على مقدمة هذا الشوط، ينطلق مع المركز الأول. حتى هذه اللحظات لم يصدر الأوامر على شواهين، شواهين مع المركز الأول. المركز الثاني، وصلت الوجبة، شعار هجم الشحانية على المركز الثاني. الذهبي سالم بن فاران المري قادم مع المركز الثاني، الرئاسة قادمة مع المركز الثالث، وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. اشتدت المنافسة، اشتد الصراع، ولكن شواهين، شواهين على المركز الأول، شواهين على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان على مقدمة هذا الشوط. الوجبة تحاول، الوجبة تحاول من الجانب الأيمن لهجن الشحانية سالم بن فاران المري مع المركز الثاني. الوجبة وشواهين، شواهين والوجبة، ولكن شواهين الأقرب إلى هذا الناموس، الأقرب للفوز والانتصار رغم ضغوطات الوجبة على المركز الثاني، ولكن شواهين. الله يا شواهين، انطلقت مع المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولكن الوجبة لها رأي آخر. الوجبة، الوجبة من هجم الشحانية سالم بن فاران المري. الذهبي، الذهبي ينتصر في هذا الشوط. سلام للشحانية، سلام، سلام للذهبي، سلام على هذا الفوز والإنجاز المميز. تهانينا والناموس لهجم الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري. وثالث المراكز، وصلت الشاهنية من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الرابع وصلت مع رابع المراكز الوارية لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، وخامسا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هكذا مشاهدينا متابعي الكرام انتهت مباريات وتحديات هذا الشوط. هنا لحظات فوز الوجبة وانتصارها بمسار هذا الشوط. التوقيت الزمني، لحظات الوصول 9:14، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان. 9:15، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز الشاهينية من هجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري، لحظات الوصول 9:17، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.